يا مساء الخير، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه هنبتديها نسمي الله ونصلي على حضره الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، عندي عزومه النهارده. احنا دلوقتي وقت ايه؟ في السحور. انا بحب اجهز كل حاجتي قبل ما انام، ماشي؟ صينيه على البوتاجاز حطيت فيها شويه زيت حلوين، وهنحط فيها حبه زبده برده. هتقوليلي بقى هتعملي الكميه دي كلها عشان عندي عزومه يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. عندي بصل حوالي كيلو ولا ربع من البصل. خلاص يا جماعه البصل بدا ينزل معانا وبقى في البتاع. هنجيب الطماطم، وكمان جايبه ايه؟ طماطم اللي انا مفرزاها اللي هي زي الصلصه دي، خلصت منها برضو عشان تدي لون حلو ايه للمحشي بتاعنا. خلاص يا جماعه بدات معانا التسبيكة بتاعت المحشي في اللون يا جماعة، ما شاء الله بدأت تسبك معانا. هديت عليها البوتاجاز اهي. يلا بينا بقى نتبل الفراخ المشوية. خلاص جبنا الفراخ الجميلة دي يا جماعة، قلنا نتبلها. طبعا انا عاملاها معاكم كذا مرة، بس قلت عشان خاطر ايه تشاركوا معايا في العزومة اللي انا هعملها. طبعا منضفاها كويس وغسلها كويس ومقطعاها، بس انا كنت حطاها في الحلة دي مكان الصلصة على ما كانت تفك مني، فما رضيتش اغسل الحلة لان الصلصة ايه جميلة يعني. معانا ايه؟ معلقتين من الصلصه كده كبار كده، معانا كمان عشان الفراخ معانا كتير. معانا طبعا انتوا عارفين ميه البصل بتاعتنا الجميله. معانا بقى هنا ايه؟ التوابل اللي انتوا عارفينها. معانا ملح، ومعانا سبع بهارات، ومعانا كركم، ومعانا بابريكا، ومعانا فلفل اسود، ومعانا توم باودر وبصل باودر وتوابل فراخ وجوز الطيب. خلاص هنضيف المكونات دي كلها، ونضيف معلقه ثوم، وهنقلب الكلام ده يا جماعه بايدينا كده. بسم الله. هنضيف حوالي معلقتين من الزبادي وشويه زيت حلوين كده، حوالي ربع كوبايه، ومعلقتين من الخل. طبعا مش هننسى معلقه السكر اللي بتظبط ايه الطعم معانا. وهنروح نقلب الكلام ده كله مع بعضه. بسم الله. شايفين التتبيله يا جماعه اللي عامل ازاي؟ خطيره. يلا بينا بقى يا جماعه جهزنا التتبيله الجميله دي. يلا بقى نتبل الفراخ ونحطها في قلب التتبيله كده عشان تتغلغل فيها. انا معايا حوالي فرختين ونص. طبعا المفتحه زي ما انتم شايفين كده، ومغزغزاها كمان بالسكينه. خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين كده تبلنا الفراخ كلها بالتتبيله اللي انا عملتها القمر دي. هنرجع بقى نحطها فين؟ في قلب الحله تاني كده اللي انا كنت ايه غاسله فيها الفراخ ومضربها كده، علشان خاطر ايه هنغلفها ونعينها في الثلاجه للصبح. خلاص هنقفلها يا جماعه بالاسترتش. هنعمل بقى مع بعض شيش طاووق. انا هعمله لكم على القناه لاول مره. انا كنت عملته قبل كده، بس هعمله مره قبل كده في رمضان اللي فات. معانا معلقتين من الصلصه. الفرق اللي بين الشيش طاووق يا جماعه والفراخ المشويه معتمده على الثوم وعلى الجنزبيل. خلاص معلقه ثوم كبيره. طبعا ميه البصل دي احلى حاجه للفراخ، في ناس ما بتضيفهاش على ايه؟ احنا هنضيف حوالي ربع كوبايه. هنضيف بقى يا جماعه ايه؟ ليمونه كامله. نشيل منها البذر يا جماعه. ليمونه كامله، لو في ليمونتين ماشي مفيش مشكله، لو الكميه كبيره. وهنضيف حوالي معلقه زبادي اللي هي بقت العلبه ان انا ايه ضفتها على الفراخ المشويه. عندي هنا بقى يا جماعه بابريكا، فلفل اسود، كزبره ناشفه، توم باودر، مرقه دجاج، كمون، ملح. هنضيف ايه بقى يا جماعه؟ ده جنزبيل فريش. انا ما رضيتش احط باودر لان عندي فريش. خلاص يا محمد الشيف محمد هينزله يا جماعه اهو. شاطر يا حمودي. وهنضيف حوالي ربع كوبايه من الزيت. معايا بقى يا جماعه ايه؟ حوالي كيلو ونص من الفراخ. انا بحب الصدر للشيش طاووق بيبقى شكله حلو. في ناس بتعمل ايه؟
الاوراق مفيش مشكله خالص عندي. انا كنت نقعاها في ملح وليمون ودقيق. خلاص شايفين يا جماعه شكلها حلو قوي ومصفياها كويس. هنضيفها بقى في التتبيله القمر دي. احنا هنضيف الفراخ بتاعتنا كلها يا جماعه زي ما انتم شايفين كده عشان نقلبها كويس في التتبيله الجميله دي. يبقى الشيش طاووق يا جماعه معتمد على الصلصه وعلى الثوم والجنزبيل. كل ما يبات في التتبيله يا جماعه ويشرب فيها يديكي نتيجه كويسه. خلاص بقى تبلنا الشيش طاووق يا جماعه وتبلنا الفراخ الحلوه معانا كيلو من اللحمه المفرومه. انا جايبه حوالي 75% لحمه مفرومه والباقي ايه حوالي 20% ايه ده عشان خاطر ايه هو اللي ايه هو اللي بيمسك ايه الكفته معانا بيخليها حلوه. البصل ده انا مصفياه كويس. البصل ده انا مصفياه كويس من ميته يا جماعه. هضيف حوالي بصله بس. معانا بقى كمان حته جوز الطيب بتخلي الكفته سنه تيجي من بره بالظبط. احنا مش عايزين نضيف عليها توابل كتير عشان يبان طعم اللحمه فيه. كمان معانا دي اختياري يا جماعه اللي عايز حابب يضيفها دي معلقه صغيره توم. وهنضيف حوالي معلقه من الملح، معلقه كبيره عشان نظبط الطعم، ومعلقه من الفلفل الاسود. هنضيف ايه تاني؟ دول حوالي معلقه كبيره، هما معلقتين بالظبط، معلقتين كبار من النشا. خليها تشرب السوائل اللي فيها وبتبقى جميله. ومعانا كمان ايه؟ دول يعني هي مش حزمه، هي نص حزمه من البقدونس. خلاص؟ وهنعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنقلب العجينه دي كويس نخليها زي العجينه. لسه تاني هنضربها تاني في الايه؟ في الكبه يا جماعه، بس عايزين ندمج كل المكونات فيها كويس. عايزين العزومه بتاعتنا يا جماعه تبقى ان شاء الله جميله. هنقلب هنتنينها بقى نقطع فيها كده. خلاص يا جماعه عملناها بالمخرطه. هنبدا بقى نحطها في الكبه. خلاص يا جماعه جهزنا تسبيكه المحشي الجميله ما شاء الله. هنقسمها بقى يا جماعه نضيف هنا شويه عشان خاطر هنحشي بهم الممبار ونخلي الباقي ورق العنب. خلاص خلاص سلقت ورق العنب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، وكمان غسلت الممبار الجميل نضفته. شايفين جماله؟ دول حوالي كيلو ونص. هنحشيهم الاول والباقي نعمله ورق عنب. انا بحشيه بالطريقه دي يا جماعه بصراحه ما بعرفش احشي الا بالطريقه دي، بس طريقه سهله تقدري تتحكمي في الممبرايه وتظبطيها بقى. اهم حاجه ما تكتريش الرز، ظبطي الرز فيها كده. بس كده طبعا لما بتجيبي الممبار لازم تنضفيه كويس. انا كمان جبته ونضفته زي ما انتم شايفين كده ابيض زي القشطه. ما بياخدش يا جماعه، شوفوا ما بياخدش حشو خالص. اهم حاجه ما تكتريش الرز فيه. يلا بينا بقى يا جماعه الفراخ اتبلت من السحور زي ما احنا قلنا، هنحطها بقى في الفرن نشويها. شايفين يا جماعه انا مولعه الفرن بقالي ربع ساعه وحاطه تحت الصاجه ورق الليمون عشان الصاجه ايه ما تبصش مني. خلاص عشان اول ما الحاجه تتشوي اروح شايلها على طول. انا هضيفهم هار الصوم واوريهم لكم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ضفتهم في قلب الفرن اهو، هنسيبهم بقى يتشوا. انا ايه عايزه اغلف اغلفهم شويه ساعه كده عشان ما ينحرقوش مني من الوش. خلاص يا جماعه كفته اهي مجهزه معايا، انا حطيتها في الثلاجه شويه جمدت معايا اهي. هنصبحها بقى ونشوف هنعمل فيها ايه. شيش طاووق يا جماعه طلعناه من الثلاجه، هنحطه برده في الاسياخ بتاعته. شايفين ما شاء الله شايف التتبيله تحفه. قطعت بقى يا جماعه ايه؟ قطعت طماطم لاني ما عنديش فلفل احمر، قطعت فلفل اخضر وبصل. يلا بينا بقى نعمل التشكيله الحلوه بتاع الشيش طاووق. فلفل اخضر وحته الطماطم. يلا بينا بقى اللحمه
عشان التدبيره ما شاء الله جميله. هنحط حتتين كده يبوزها يعمل في الفراخ. خلاص بقى قفلنا الايه السيك. شايفين يا جماعه هنعمل الاسياخ بتاعتنا كلها بالشكل ده واوريكم في الاخر. يا جماعه الجمال عملنا الشيش طاووق اهو، انا دي بقى نحطه في الفرن يتشيل بقى واوريكم. يلا بينا كمان صبعنا الكفته يا جماعه، فاضل بقى الجلاش. يلا بينا يلا بقى يا جماعة نعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة على السريع كده، بس هنعملها النهاردة هنضيف عليها ايه جبنة موزاريلا على اللحم. خلاص يلا بينا نحط الزبدة. خلاص يا جماعة حطيت اللحمة المفرومة، هنضيف بقى ايه شوية جبنة موزاريلا على اللحم، هضيفه بقى في المية. انا مجهزة شوية جبنة موزاريلا بس اما ايه ازيده الاول، يعني اعمل له كوباية اللبن اللي بعملها. خلاص يا جماعة الشيش طاووق القمر بيتشوي، فاضل له 10 دقايق. اللي حبيت اقوله لكم في الاخر حطها على نفس الصاله اللي كنت مشوي عليها الفراخ. ايه رايكم في الجمال؟ شايفين الممبار بعد ما حمرته يا جماعه؟ ايه الجمال ده؟ تحفه. دي صينيه الجلاش باللحمه، شايفين شكلها تحفه ازاي؟ حطيت عليها جبنه موتزاريلا وحمرت الوش. شايفين المحشي بتاعنا كامل؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في الشيش طاووق يا جماعه؟ بجد حكايه كفته جميله. شايفين بتطلع ازاي؟ ما شاء الله الاكل تحفه. ايه رايكم في الجمال ده يا جماعه؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا عندي عزومه دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.